حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم بحلقه جديده من برنامجكم برنامج ارض السواد. رحله ارض السواد مستمره في السليمانيه، وبعد ما زرنا سد دوكان من الواجب نزور السد الاخر والمعروف سد دربندخان. اتجه كادرنا الى جنوب محافظه السليمانيه. دربندخان المدينة الجميلة في محافظة السليمانية، وأشهر معالمها بحيرة دربندخان وسدها الشامخ. موقع سد دربندخان على بعد 40 كيلومتر من الحدود الإيرانية، ويقع على نهر ديالة، ويعتبر السد الأكبر بالجانب الشرقي من العراق. سد دربندخان به أسرار جميلة وكبيرة وبه فائدة عظيمة. يا رب حلقة تعجبكم، ابقوا ويانا. عندما تم تأسيس مجلس الإعمار العراقي في العهد الملكي، بناء مستشفيات، ملاعب رياضية وغيرها من الأمور، مدارس، استصلاح أراضي زراعية، بناء كثير من الأمور، ولكن كانت أولى أولويات مجلس الإعمار في العهد الملكي هو بناء السدود. وعام 1956 إجا الملك فيصل الثاني إلى هذه المنطقة ووضع حجر الأساس لبناء السد، ولكن القدر والظروف السياسية والانقلاب عام 1958 أو ما تسمى الثورة عام 1958، احترمنا الرأيين الانقلاب والثورة، تم قتل الملك فيصل الثاني رحمه الله. واللي افتتح سد دربندخان هو الزعيم عبد الكريم قاسم عام 1961 رحمه الله. يعني هذا السد تم وضع تأسيس الحجر عام 1956 بالعهد الملكي، وتم افتتاحه بالعهد الجمهوري لخدمة الشعب المواطن العراقي في هذه المناطق وبمختلف المحافظات. ارتفاع السد 128 متر. يتكون السد من بحيرة خزنية كبيرة جدا، وهي بحيرة دربندخان. مثل ما تشاهدون خلفي هذه البحيرة اللي حتى هناك تنمي الثروة السمكية وغيرها من هذه الأمور. حقيقة سد بفوائد كبيرة جدا ومهمة، سد يتكلم عن تاريخ الموارد المائية العراقية. هذه شبكة الموارد اللي حقيقة نفتخر بها، وضعوها مهندسين تقريبا نقدر نقول عليهم عباقرة. نحتاج هذه الخبرات، ونحتاج تواصل مع الرسائل اليوم العلمية من أجل اليوم توفير المياه لكل أهلنا بمختلف المحافظات. في أيام الخمسينات كنا ننشئ سدود من أجل درء خطر الفيضان، ولكن اليوم للأسف نعيش شح مياه. سد دربندخان من المشاريع الاستراتيجية الكبيرة على مستوى العراق، مستوى الإقليم. سد دربندخان الفكرة الأساسية بديت ببنائها أو بإنشائها منذ فيضان سنة 1946، فيضان اللي تولدت في محافظة ديالى آنذاك. على ضوءها بدأت الدراسات، وصلت إلى درجة سنة 1954 تم الدراسات والتحريات، أكملت الدراسات والتحريات. سنة 1956 بدأت إنشاء السد، إلى سنة 1961 تم إكمال السد والخزن فيها. سد دربندخان ذو قابلية خزن 3 مليار متر مكعب، بنيت من صممت ونفذت من قبل شركة هارزا الأمريكية. طبعا هذا أيضا يعتبر فخر، لأن شركة هارزا هي أحد الشركات اللي بنت أيضا قناة بنما في العالم،
حتى نكون يعني هذا التاريخ مشرف للعراق وللبلد بشكل عام، لأنه يعني بلد استطاع أن يجر هكذا شركات عملاقة لبناء هذه المشاريع العملاقة، هذا دليل أنه كان البلد حريص على إنشاء منشآت عملاقة. مثل ما قلت يعني حجر الأساس وضع من قبل الملك وتم افتتاحه من قبل آنذاك الحكومة العراقية عبد الكريم قاسم. سد البندخان يعتبر هو ثاني سد على مستوى الإقليم، رابع سد على مستوى العراق بشكل عام. سد البندخان ثاني سد بني ما بعد سد دوكان أيضا كتاريخ للسد. سد البندخان بني على حوض ديالة، وكما يقال سيروان، أعالي حوض ديالة هو سيروان. سد البندخان كاتشمنت إيريا هي المساحة اللي تتساقط بها الأمطار وتتجمع بها المياه لسد البندخان. 68 تقريبا أو 70% من هذه المساحة تقع خارج الحدود العراقية، يعني تقع ضمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية من وارداتها. فاختيار موقع السد في البداية كانت أكو موقع آخر، يعني حتى تمت إعمال القطع لجبل وكذا تهيئات، لكن بعدين تم إعادة النظر في بنائه، لأنه في المشروع الأول كان من أجل من سبب الكلفة المالية اللي دعت أنه يبنون ذاك المكان، بعدين رجعوا لم يجازفوا بحجم السد من أجل المال، رجعوا إلى هذا الموقع يعني بحجم أكبر بكلفة أعلى. بنيت على حوض نهر ديالة سيروان عالي. سد البندخان الحالة الخاصة اللي يتميز بها عن بقية السدود هو الخزين الوحيد، الخزين الوحيد للجانب الشرقي ابتداء من منطقة حلبشة دخولا إلى الإقليم والعراق ونزولا وصولا إلى دجلة كما معلوم جنوب شرق بغداد، هو المنفذ الوحيد للماء لهذا المنطقة بكامله. يعني حاليا من الممكن نقول أنه يغذي ما يقارب 4 مليون من الكثافة السكانية لهذا البلد معتمدة على سد البندخان. صح سد حمرين أيضا هو عامل مساعد أدنى السد، لكن سد حمرين بالحصيلة ينتظر يعني يعتمد على اعتماد كلي على سد البندخان. فلهذا دائما أقول هو النهر الثالث وليس دجلة وفرات فقط، يعني ديالة يعتبر النهر الثالث لأنه ليس له بديل آخر، فقط هو مصدر الماء لهذه المنطقة. ولا ننسى سد البندخان يعادل 9% من خزين الماء للعراق كاملة. الشركات اللي عملت في سد البندخان ما قلت يعني الشركة الاستشارية الأصلية شركة هارزا الأمريكية، لكن أغلب الأعمال الميكانيكية والكهربائية تمت من قبل شركات ألمانية وفرنسية، لكن الأعمال التكميلية أكملت يعني سد البندخان من قبل شركات أخرى ولحد الآن مستمرة الشركات فيها، يعني شاركت فيما بعد شركات الألمانية والفرنسية والأمريكية، شركات برازيلية، شركات يوغوسلافية، شركات إيطالية لحد الآن، يعني شركات لأنه كما قلت يعني سدود مشاريع عملاقة أكبر منشأ على الأرض، يعني السدود بشكل عام. فلهذا هي كما يقال في تعريف المشاريع المياه مشاريع لها بداية وليست لها نهاية، فلذا تجد باستمرار شركات أخرى راح تعمل في سد البندخان، لكن الشركات الرئيسية كما قلت شركة هارزا الأمريكية وشركات ألمانية وفرنسية للأعمال الميكانيكية والكهربائية. إحنا نبتعد عن التقصير دائما الحكومة تكون دراستها دقيقة، لأنه بناء السدود أولا كلفة عالية، بناء السدود رغم أهميتها لها مخاطر أيضا، لأنه إدارة السدود قضية معقدة. لكن لو نرجع إلى أعالي سدود البندخان لربما ما راح نجد موقع مناسب لبناء سد بحجم كبير أعالي سد البندخان. أدنى سد البندخان الحكومة فكرت بمدى تاريخ الحكومات، يعني بني سد حمرين كسد عملاق أيضا سد كبير من أحد السدود الكبيرة على مستوى العراق. ما بين سد البندخان وسد حمرين من الممكن بناء سدود أخرى، حاليا هذا المقترحات موجودة سد باونور وسد بردسور في كلار، ولربما لو يجريت، لكن سدود عملاقة كبيرة بحجم سد البندخان ودوكان لربما الموقع الجغرافي يكون غير ملائم لبناء سدود بهذه الأحجام. سدود صغيرة ممكنة، سدود كبيرة
حسب الدراسات والمعلومات المتوفرة عندنا غير متوفر مواقع لها. سنة 1956 بدأ بالعمل، سنة 61 يتبضب التاريخ 23/11/1961 تم افتتاح السد من قبل آنذاك رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم، والصور موجودة يعني بحضوره في افتتاح السد، يعني بحدود الخمس سنوات تقريبا استمر العمل فيها لإنهائها. لكن السدود بشكل عام لن يتم إكمال أعمالهم بالشكل كامل، لأنه في يوجد إلها أعمال تكميلية ما بعد السد. مثلا بوقت عند انتهاء السد بنيت لها محطتين، محطة كهرومائية صغيرة بمقدار 0.8 ميجا لكل وحدة، يعني 1.6 ميجا وات. هذا فقط كانت محطة كهربائية مغذية لجسم السد والقرية آنذاك، أو القرية السكنية لإدارة السد فقط مغذية. لكن سنة 1983 بدأ بإنشاء محطة كهرومائية للسد، انتهت العمل إذا سنة 1986 من قبل شركة ميتسوبوشي اليابانية، محطة كهرومائية بطاقة إنتاجية كاملة 249 ميجا وات، يعني ثلاث وحدات كل وحدة بقدرة 83 ميجا وات. لهذا أقول أعمال تكميلية مستمرة للسدود. أي مشروع يتم إنشاءه لازم تكون به فوائد وتكون به أرباح لصاحب المشروع. إذا ما به فوائد وما به أرباح يعتبر المشروع خاسر، والأفضل لصاحب المشروع إنه يلغي هذا المشروع كامل. طبعاً السدود أيضاً تعتبر مشاريع، تشاهدون اليوم سباق الوصول إلى السدود الأكبر وإلى سعة السدود الأكبر. ما نتكلم اليوم عالمياً، نتكلم إقليمياً. عندنا جارة شمالية اسمها تركيا بنت سدود أتاتورك أليسا، وحالياً واصل إلى مراحل متقدمة من سد الجزرة. صح هذه السدود أثرت على مواردنا المائية، ولكن حقيقة بها فوائد كبيرة وكثيرة جداً للشعب التركي المتواجد بالمحافظات القريبة من هذه السدود. المشاريع العراقية أيضاً بها فوائد كبيرة وكثيرة ومهمة جداً. إذا نتكلم أول شيء على الاستصلاح الزراعي وتوفير الدوانم الصالحة للزراعة، خاصة بالمناطق اللي تكون خلف السد. أيضا توفير الطاقة الكهربائية، أكو محطة موجودة في درب الدخان توفر الكهرباء في هذه المنطقة والمناطق المجاورة. درب الدخان أصبحت منطقة جذب سياحي مثل ما شاهدنا بالحلقة السابقة في دوكان، الجذب السياحي الكبير جدا اللي العالم تجي من مختلف المحافظات العراقية إلى دوكان. درب الدخان أيضا صار بهذا الموضوع. فائدة أخرى وكبرى ومهمة هي سعة الخزن اللي حقيقة تعبر تقريبا 3 مليار متر مكعب، قد تصل في بعض الأحيان إلى 4 مليار متر مكعب حسب الأرقام المسؤولين اللي يعطونا إياها. هذه أيضا تعتبر خزين استراتيجي مهم جدا، مو فقط للسليمانية أو للمناطق القريبة، للعراق ككل. فوائد كثيرة وكبيرة، منها تنمية الثروة السمكية. أرجع وأقول درب الدخان صرح عراقي لا بد من المحافظة عليه. بناء كل سد تقريبا من الممكن نجمع فوائد وتكون مشتركة بشكل عام، لكن الفائدة الأولى اللي بدأ ببناء سد درب الدخان هو لدرء الفيضان. فكرة بنيت على مبدأ درء الفيضان، مثل ما ذكرت سنة 1946 فيضان في محافظة ديالى، وسنة 54 فيضان في بغداد. لأنه جزء صح درب الدخان يصب أدنى محافظة بغداد، عاصمة بغداد، لكن هي بالحصيلة بنيت على مبدأ درء الفيضانات. طبعا درء الفيضانات لأنه يستوعب خزن كمية أثناء الفيضان وإطلاقه ما بعد الفيضان. هذه الفكرة الأولى لبناء السد. الفكرة الثانية بناء خزان كبير للمياه لموسم توفر المياه، يخزن فيه المياه ويطلق في مواسم الصيفية أو مواسم سنوات الجفاف يمكن الاستفادة من عندها. الفكرة الثالثة لننسى
موقع سد دربندي خان واتخاذ مجرى النهر الجانب الشرقي للبلد بشكل عام هي منطقة أرض خصبة. السبب الرئيسي الآخر لبناء السدود هي الزراعة، كما معلوم أنه من نقطة دخول سيروان ديالة منطقة حلبشة وصولا إلى جنوب شرق بغداد، كما هو البرنامج أرض السواد، هي حقيقة أرض خصبة زراعية. منطقة شارزور جزء من 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 هذا المجرى النهر. نزولا من دربندي خان نصل إلى منطقة قرميانية كلار، أيضا أرض خصبة وزراعية. وصولا إلى محافظة ديالة، هي المحافظة من الممكن أقول المحافظة رقم واحد على مستوى البساتين وإنتاج الحمضيات وأشجار المثمرة. ونزولا إلى جنوب شرق بغداد، هي أيضا منطقة زراعية بحتة، يعني من الممكن أيضا الفقرة الثالثة هو الاستفادة لأعمال الزراعة في هذه المنطقة. الفقرة الرابعة ممكن تطرق إلى أنه أيضا تكون هو حوض كبير للثروة السمكية في داخل حوض سد دربندي خان، وإذا حس حاليا حوض سد حمرين أيضا يعتمد على مجرى النهر هذا، يعني أيضا ثروة، بناء ثروة سمكية قوية للمنطقة. توليد الكهرباء لأنه في الحصيلة هو ماء موجود ويجري بمجرى النهر، وممكن عن طريق تولد طاقة كهربائية. سد دربندي خان بقدرة 249 ميجا وات، رقم جيد جدا لتوليد الكهرباء. صراحة كما معلوم يعني التطور اللي صار بالعالم بشكل عام واستخدام الكهرباء المفرط يعني بشكل عام، ولا ننسى هو البلد أيضا درجات الحرارة فيه عالية مما يؤدي إلى استخدام طاقة كهربائية عالية خاصة موسم الصيف حتى في الشتاء، يعني صراحة ما راح يغذي بمستوى عالي. لكن لا تنسى احنا يعني بسنوات التسعينات تقريبا او بداية الألفينات ايضا كان عامل جيد، يعني مولد جيد للكهرباء، لكن هسه الطاقة المطلوبة طاقة كبيرة جدا، فما راح يعادل رقم كبير بالمعادلة، لكن هو عامل مساعد في مواسم، يكون عامل مساعد بشكل رفع للفولتية وليس فقط للتوليد، لأنه هذا عوامل جيدة. هي بالحصيلة لا ننسى أنه طاقة نظيفة، الماء جاري ونحول إلى طاقة كهربائية، هي بالحصيلة فائدة يعني. لكن كم يغذي صراحة هذا يعتمد على وزارة الكهرباء، هم المعنيين في هذا القضية، يعني هم يعرفون إيش قد يوزعون وين يوزعوها، فلكن هو عامل مساعد. والعامل آخر أيضا هي السياحة، يعني بناء أحواض بهذا الحجم من المياه يكون عامل مساعد جيدا لتلطيف الأجواء، زيادة رطوبة المنطقة من نتيجة التبخر، وأيضا بناء مشاريع استراتيجية كبيرة للسياحة، لأن ممكن السياحة بالعراق تكون ثروة أخرى يضاف إلى اقتصاد البلد بها. الموقع الجغرافي عامل مساعد جدا أنه يتحول الموقع إلى سياحة أو لا، مجموعة أسباب متوفرة. البلد انشينا ما بين مرينا بحروب كثيرة، الموقع الجغرافي لسد دربندي خان قريبة جدا من الحدود، البلد مر بأزمة حرب ثمانينات يعني كمعلوم للبلد، كانت قريبة جدا من ساحة المعركة، هذا إلى تأثير كبير إنه دربندي خان تأخرت بالسياحة أولا. ثانيا عامل الطرق عامل مساعد أيضا، طريق أقول بصريح العبارة طريق بغداد كركوك كان الطريق الرئيسي، ومن كركوك إلى دوكان كانت الطريق أسهل، ودوكان أبعد عن الحدود، فهذه كلها عوامل مساعدة تشجع دوكان أنه تحول إلى سياحة أكبر. لكن دربندي خان تأخرت، لكن السنة لو هناك متابعة للإعلام أكيد متابعينته لو نلاحظ السياحة السنة قسمناها مع دوكان، رغم هذا الكلام أقوله بصريح العبارة، السنة قسمناها أنا يعني من طريق متابعتي أغلب الناس اللي في حدود محافظة سليمان كل ما أسألهم يقول اليوم كنا بدوكان واليوم الثاني كنا بدربندي خان، لأنه الإعلام أيضا له دور في قضية السياحة، الإعلام يوصل الفكرة، الطرق عوامل مساعدة، استقرار البلد عوامل مساعدة. لو ترجع للتاريخ المنطقة ما كانت مستقرة، لكن الحمد لله بفضل الله هسه المنطقة مستقرة، الطرق يعني باتجاه التحسن إن شاء الله وتكون أحسن خلال الفترات القريبة، وتعرف يعني مستقرار، ابتعاد عن الحروب،
والاستقرار يكون عامل مساعد يشجع أهل المنطقة والمستثمرين للاستثمار في المنطقة. فإن شاء الله قريبا كن على يقين تجد دربنديخان بشكل أوسع في مجال السياحة. أحبتي المشاهدين، بالسنوات الماضية عانت السدود العراقية من شحب المياه بشكل كبير جدا. أكو أسباب لهذا الشحب نقدر نقول عليها قلة الواردات المائية خاصة من دول الجوار، إضافة إلى قلة الواردات الداخلية اللي نخص بها بالذكر موضوعة الأمطار، موضوعة الثلوج وانتظار الثلوج بعد الذوبان. وتعرفون العراق الدولة الخامسة أكثر تضرراً بموضوع التغيرات المناخية، فهذا اليوم خلى واجب كبير جدا وخلى حقيقة صعوبات وعراقيل كثيرة للجهات المختصة بتوفير الحصص المائية لكل المحافظات. ولكن بهاي السنة وبالتحديد تقريبا بالشهر الماضي سقطت أمطار جيدة نوعا ما وضربت المناطق الشرقية من العراق، بالتحديد أكثر المناطق الشرقية الشمالية والشرقية من ناحية الوسط. طبعا سد دربندخان الجميع يعرف انه هو موجود على نهر ديالة ويقع بالجانب الشرق الشمالي من العراق اللي قريب جدا تقريبا على بعد 40 كيلو متر من الجمهورية الإسلامية في إيران، وقريب جدا أيضا على الحدود مع محافظة ديالة العزيزة. الأمطار الأخيرة رفعت المناسيب بشكل جيد جدا، مثل ما تشاهدون البحيره الخاصه بالسد خلفي يعتبر منسوبها جيد جدا. ولكن انه نقدر نقول انه امتلاء بشكل كامل، انه سعه السد الخزنيه وصلت الى مرحله 100% من قدرتها الاستيعابيه، اكيد لا. يعني يوم من الايام العراق يحتاج تقريبا، وبعض السنوات دخلت للعراق اكثر من 60 مليار متر مكعب، اكثر من 70 مليار متر مكعب. اليوم نتحدث عن خزين واحنا فرحانين به تقريبا 20 مليار متر مكعب فقط. فاليوم هذا السدود حقيقه لها فضل كبير جدا بتوفير المياه في وقت الشحه. سد دربندخان صرح عظيم لابد من المحافظه عليه. سد دربندخان منشأ من النوع اللي روكفيلد دام يسمى، يعني قلب مات كور كلي كور، يعني كلي كور يعني طيني، لب طيني، ذو لب طيني، والأطراف من عنده حجر بتركيبتها، يعني تركيبتها هي من خامة المنطقة مبنية، بنيت على قاعدة 500 متر في 500 متر الأساس مالته، بارتفاع 128 متر، بطول 535 متر، في وادي ضيق يعتبر. السدود اللي يصير في المناطق الجبلية وبالإقليم أطوالها تكون قليلة وارتفاعاتها عالية، طبعا هي عوامل مساعدة جيدة حسب جغرافية المنطقة. بنيت بارتفاع 128 متر، مع الأسف عندما بني سد دربندخان بهذا النمط من السدود لو كانت مسجلة سابقا تعتبر أعلى سد في العالم من نوعه، لو مسجلة في مقياس جينس للأرقام القياسية لكانت هسه مثبتة لحد الآن. هاي الأرقام أنا أذكر لك إياها، يعني أعلى سد في وقته من هذا النمط هسه تجد يعني موجودة بالعالم سدود أعلى من سد دربندخان من هذا الشكل.
سد البيقان ذو قابلية خزن 3 مليار متر مكعب، يعتبر 9% من خزين ماء لكل العراق. سد البني خان يحتوي حاليا لثلاث وحدات توليد طاقة كهربائية، كل وحدة بطاقة 83 ميجا وات بمجموع 249 ميجا وات لتوليد طاقة كهربائية. تمتلك سد البني خان ثلاث بوابات مسيل مائي بأبعاد 15 في 15 متر بقابلية إطلاقات في الموسم الفيضاني عند الخزن الطبيعي في منسوب 485 تصل إلى 5700 متر مكعب بالثانية، رقم هائل. تصل عند منسوب الفيضاني 493.5 قابلية إطلاقه يوصل إلى 11400 متر مكعب بالثانية. سد البني خان بالبداية بنيت في موقع شوية أبعد عن هذا الموقع بخزين حدود تقريبا مليار إلى مليار ونص، كانت الفكرة مالت لأسباب مالية فكروا، لكن بعدين عادوا النظر بالموضوع بنوا على مقياس 3 مليار متر مكعب. بناء السد عند مجموعة عوامل تكون مشروط في بنائها، لأنه من عند بناء السدود يوجد أراضي أخرى تنغمر أثناء بناء السد، فالبلد يعيد النظر هل يستوجب أولا نغمر كل هاي الأراضي، لأنه هذا أيضا يحتاج إلى تهجير وتعويض أيضا. ثانيا يعتمد على واردات القادمة للسد، هل السد وارداته تكون بهذا الشكل يستوجب أنه يكون أكبر أو أصغر، لكن بعد دراسة وتحريات دقيقة جدا وصلوا إلى نتيجة أنه هذا الحجم وهذا المقياس المتوفر سد البندي خان كافية جدا بحجمه الطبيعي المتوفر حاليا. العراق لو نرجع بالتاريخ لسنة الأربعينات والخمسينات كان البلد أبسط من هذا الحالة الموجودة فيها، كثافة سكانية معروفة قليلة جدا، لكن الناس متوزعة على شكل قرى وأرياف، كل من عايش في أرضه، فمن انبنى السد انجبر أنه يعوف أرضه ويعوف بيته ويتحول إلى مناطق أخرى وتعوضت، يعني أنا ذاك التعويضات موجودة، لكن بالحصيلة تركوا أراضي لما ننسى أيضا كانت أراضي خصبة جدا، لكن احتياج الماء درء الفيضان يستوجب أن نضحي بشيء من أجل شيء آخر، لكن نبقى بالحصيلة أيضا تبقى المياه اللي راح تتوفر حاليا في الخزين في 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 حوض السد يكون عامل مساعد لدعم الخزين مياه جوفية أيضا. أيضا من خزين مياه جوفية يكون هناك أراضي أبعد عنه يستفاد من هذه المياه. على مدى عمر سد البندي خان ابتداء من سنة 61 لحد نهاية سنة هاي السنة اللي سنة 24، سد البندي خان امتلأت 13 مرة، يعني هذه السنة سجل رقم 13 في الامتلاء سد البندي خان. على مدى من الممكن أن نقول كل 4 سنوات أو كل 5 سنوات عندنا سنة امتلاء على مدى، ومن هذه ال 13 سنة 4 سنوات منهن مو فقط امتلاء، امتلاء وزيادة فوق البوابات يعني سجلت أيضا، يعني عبور للبوابات أيضا، فالواردات كانت واردات خير وبركة وأمطار جيدة جدا. والسد الكبير الوحيد يعني هذا السنة سجلت امتلاء الكامل، وأيضا كان عامل مساعد لوضع سد حمرين، حاليا وضع سد حمرين أيضا في ارتياح في خزينة وفي ارتياح لوجود الوفرة المائية الموجودة في سد دربندي خان. فإن شاء الله مسار سد دربندي خان أو نهر سلوان ديالة عند ارتياح كامل من كل الجوانب الزراعية المائية بكي كل الأمور إن شاء الله ما عاد مشكلة. ما هي أصعب السنوات اللي مرت على دربندي خان؟ والله هي سنوات متعددة ومتفرقة، لكن سنة تقريبا 21 كانت أتوقع أقل واردات سجلت في سد البندي خان، سنة 21 أقل واردات أقل من المليار، يعني بطول عمر السد هذا الأرقام غير مسجلة. سنة 21 كانت سنة واردات قليلة جدا، لكن رغم هاي استطعنا الحمد لله بفضل الإدارة السليمة من قبل كادر السد ومن الجهات العليا وبالتنسيق أيضا استطعنا أن ننقذ المنطقة بشكل عام. ديالة تشهد هذا الموضوع، أنقذ المنطقة، لكن الحمد لله خرجنا من سنة 21 باتجاه الأحسن، وإن شاء الله نتأمل أنه نبتعد عن هاي سنوات الجفاف ويكون إدارة سليمة لتوزيع المياه، لأنه الإقليم وأيضا
الحكومة المركزية المركز الوطني لإدارة المياه على اتفاق تام وكامل في إدارتها، ومدى نجد صعوبة في إدارتها لأنه الطرفين متفاهمين الموجود لخدمة الكل، فلذا متفقين وما عندنا أي مشاكل بهم. درب الدخان من السدود القديمة، اليوم نتكلم عن سد تم افتتاحه عام 1961، يعني عمره تقريبا الآن 63 سنة، عبر نصف قرن فوقها 13 سنة، وواقع في منطقة تتعرض إلى زلازل أو ارتدادات زلزالية بين الحين والآخر. يعني إذا زلزال صار في جنوب تركيا أكو ارتداد هنا في درب الدخان، إذا زلزال صار في إيران أكو ارتداد لهذه الزلازل وتأثرت. قبل عدة سنوات حدث زلزال كبير جدا أثر على حتى على السد بهذه التصريحات الجهات الرسمية. تخيلوا معي أنه هذه إحدى بنايات إدارة السد، وبلحظة الزلزال شوفوا شلون صارت، يعني ركام، لا سامح الله اللي يشوفه عبالك أنه متعرضة إلى قصف من طائرة، قصف صاروخي أو مدفعي. فالمطلوب اليوم من الجهات المختصة، وهي ما مقصرة، من إدارة السدود، من وزارة الموارد المائية، من الجهات المتواجدة حتى بالسد، أنه متابعة السد، أنه أي خلل فني ممكن يتعرض إليه، جهود لازم تكون متواصلة. أنا حتى أنا شفت بوسترات عندهم تعاون مع جهات دولية متخصصة بموضوعة السدود وتنمية السدود والمحافظة عليها من أي كارثة لا سامح الله. صارت كوارث كثيرة وكبيرة جدا في عدد من البلدان. إذا تذكرون سد درنة في ليبيا اللي توفى به الآلاف من الليبيين ودمرت منازل مدينة درنة، سبب كثير من التقارير الدولية تقريبا مدينة مسحت من الخارطة. فإن شاء الله يا رب إحنا بعيدين على هذا الشيء، ولكن الحذر واجب. اليوم حياة الساكنين في هذه المنطقة، حياة الساكنين اللي في مؤخرة السد أيضا أمانة بأعناق الجهات المختصة، ولكن اطمئنان للمواطن العراقي وللمشاهد الكريم أن الكوادر العراقية إن كانت في بغداد في المركز أو في إقليم كردستان ما مقصرة لحظة واحدة، متابعة دقيقة وبتقنيات علمية وحديثة لكل موضوع مناسيب المياه، الضغط وغيرها على السد. فلذلك هذه رسالة اطمئنان. كثير من الأخبار المزيفة والكاذبة اللي تتكلم عن سدودنا وأنها معرضة للانهيار، وخاصة يركزون على سد واحد وهو سد الموصل، ولكن اليوم من درب الدخان الأمور طيبة والحمد لله. نهاية سنة 2017 تعرض سد درب الدخان لهزة أرضية بمقياس 7.3 على مقياس ريختر. هذا الرقم غير مسجل لحد الآن، يعني رقم كبير على مستوى العراق وعلى مستوى المنطقة. كانت هزة عنيفة والمدة طويلة، طولت حدود تقريبا 28 ثانية، يعني رغم الرقم كبير المدة طويلة. أيضا احنا بليلة أتذكر مثل الآن، يعني ويشهدوا لي، نسيت عائلتي وأطفالي أول ما نطقت بقت السد، لأنه السد تكون هزة ثانية للبلد لا سامح الله إن كانت في حالة خطرة. صح الهزة الأرضية أدت بأضرار للمنطقة، لكن لا سامح الله لو السد منهارة أو صار بها حدث أكبر يكون النتائج أصعب وأكبر. لكن سد درب الدخان تعرض لهذا، مثل ما قلت إنه بنيت ودرست وصممت ونفذت من قبل شركات عالمية كبرى، هذا كانت عامل مساعد في صمود سد درب الدخان. تأذت سد درب الدخان، تضرر سد درب الدخان،
شكلت لجان لمدة أكثر من سنتين ثلاثة سنة أربع سنوات إحنا استمرينا بالعمل في سد دربندي خان، لكن للإطمئنان ما بعد سنتين يعني سنة 2019 تم إملاء سد دربندي خان بالكامل. هذا إطمئنانا إنه سد دربندي خان رغم الأضرار رغم الخسائر إنه سد دربندي خان آمن، هذا كجزء من الإطمئنان. الإطمئنان الثاني السنة 2024 مرة أخرى امتلئ سد دربندي خان ويجري العمل بها بشكل كامل ما بإشكال، لكن مثل ما ذكرت أنه سدود مشاريع لها بداية وليست لها نهاية، السدود تحتاج صيانة والاستمرار بالصيانة والعمل بالسد بشكل مستمر. وقت شكلت لجان من قبل حكومة الإقليم وزارة الموارد المائية بالإقليم، وزارة الموارد المائية الاتحادية، هي العامة سدود الخزانات في الإقليم وفي بغداد، وبدعم منظمات أيضا تم أغلب الإجراءات في صيانة سد دربندي خان وإعادتها بشكل أنه يكون مطمئن للخزن وللعمل. لكن نرجع ونقول سد دربندي خان يبقى في حاجة تامة ومستمرة للصيانة، لأنه لا ننسى عمر سد دربندي خان جاوز 63 سنة، لكن سد دربندي خان شاب، هذا مو معناته أنه لا، سد دربندي خان ده يخزن ودا يوفر مياه ودا يؤدي واجبه، لكن عمره كبير لا ننسى 63 سنة من عمر سد عمر كبير للسدود. الأضرار اللي حكت بالسد بعد دراسة التحريات كانت أغلبيتها من الممكن أضرار سطحية وليست أضرار جذرية. الأضرار السطحية بأكثر من مقاولة من تم صيانتها واسترجاعها، نحن على تواصل مع الحكومة المركزية، لكن الظروف الاقتصادية اللي يمر بها البلد لربما يكون عائق أمام بعض الأمور. تعرف السدود يعني إحنا بالإقليم بشكل عام قانون التقاعد جاري المفعول، لكن قانون التعيينات بشكل عام متوقفة، يعني ده نخسر كوادر وما ده نلقى كوادر جديدة يتعين من حتى نستطيع أنه نعوض بدائل لهم. بدائل ليست تعين اليوم، المفروض احنا عندنا بدائل يتعلمون مع السابقين حتى ياخذون الخبره، لان السدود يحتاج الى خبره ليست مجرد الى تخصصات. اذا نلاقي حاليا مشاكل في بعض الاختصاصات، مشاكل في الاعداد للاستمرار، وايضا نحتاج الى صيانه مستمره. الصيانه المستمره السدود دائما اشبهها اقول مفاعل نووي، تكون العين مفروض ساهرة على السد بشكل مستمر، والعين الساهرة تحتاج إلى كوادر وإلى مال حتى نقدر نكون مستمرين في إدارتها. لربما تكون المؤسسة الوحيدة، إذا لم نكن مخطئ يعني المؤسسة الوحيدة، ما نجد أي عائق أمامنا يعني الإقليم مع بغداد، علاقتنا مستمرة، تلفوناتنا مستمرة، كتبنا مستمرة، تعاملاتنا بسيطة جدا، لا يوجد إحساس أنه أكو بغداد أو أربيل، يعني العمل ساري المفعول بدون أي إشكالات. برنامج الإطلاقات يكون بالتنسيق سنويا أو شهريا أو موسميا، يتم اجتماعات مستمرة وعلى ضوء نتفق على الإطلاقات كيف تكون، المطلوب للإقليم المطلوب للمركز، وعلى ضوء يعد برنامج خطة. مرات نعد خطة لمدة 4-5 شهور ونذكر من ضمنه، يكون عندنا جلسات أخرى أثناء هالفترة من باب أنه إذا أكو أي تغييرات حتى نعدل على الخطة اللي يكون في صالح الكل. بالنسبة لي هذا رأيي. مثلا فرضا علاقتكم مثلا مع الدكتور علي رابع مدير عام هيئة السد والخزانات، كيف تتواصلون؟ اتصالات كتب رسمية واتصالات تلفونية، يعني ما عندنا أي إشكال. حال التعامل مع أستاذ علي، حال التعامل مع سيد مدير عام بالإقليم، حالنا بنفس الحال، يعني ما أكو أي إشكال وتواصل مستمر. لربما يكون تواصلي أسهل من تواصل المهندسين بغداد مع السادة علي، يعني أسهل مما يكون، ما نجد أي إشكال بالتعامل معهم. متعاون معكم؟ أستاذ علي متعاون أكيد، لكن أقول بصريح العبارة السنتين الأخيرة السيولة المادية في السدود بشكل عام، يعني بالسدود وبالبلد بشكل عام بالوزارات ده نشوف السيولة قليلة، مجرد هذا الاتجاه لو يتوفر السيولة أتوقع السادة علي، لا مو أتوقع، متأكد أستاذ علي سهل جدا وتعامله بسيط جدا ومتفاهم الموضوع بشكل جيد جدا، ومدى يتعامل أنه إحنا سدود بعيدين عنه أبدا، ما فكر شيء. سد دربندي خان علاقتي معه
اتطورت وتحولت ليس مجرد مهندس أو مدير للسد. طبعا هذا الكلام أنا أتكلم عنه ليس عن نفسي، إلا ربما عن الكادر كلهم، يعني دا أشوفهم بهذا المنظار. دائما أقول لست مهندسا ولست مديرا ولست موظفا في سد المنديخان، أنا متزاوج مع سد المنديخان، والمتزاوجين بينهم مودة ورحمة. أجد المودة والرحمة مع سد المنديخان، يعني هذا كلام بعيد عن الإعلام عن الكاميرات، يعني هذا الحقيقة اللي نابع من قلبي. وأجد يعني الكوادر بنفس الموقف، يعني بدون أي سبب بدون أي مصلحة وجوده وتواجده 24 ساعة بدون سبب، لا أعلم يعني شنو السبب لأنه تتواجد. يعني مرات أكو كوادر انتهى الدوام خميس، ذلك اليوم خميس جاني رائحة الرؤساء الأقسام، استاذ تحتاجني بشيء أبقى بد، يعني خميس وانتهى الدوام ما عندنا مشكلة، بس هو دا يحس أنه يحب يبقى بسد البنديخان. أنا تعينت بتاريخ 10/7/1999 بسد البنديخان ومستمر لحد الآن، يعني إن شاء الله خلال شهر آخر أكون مدة خدمتي بسد البنديخان 25 سنة. أعتقد 25 سنة في موقع واحد تكون كافية للتزاوج والمودة والرحمة. تحب قلعة أربيل؟ كركوك. قلعة كركوك؟ قلعة كركوك. لو سد البنديخان كل واحد من عندهم إلى معزة خاصة. قلعة كركوك هي ولادتي داخل قلعة كركوك، لكن دربنديخان حياتي ومعيشتي إلي ولأطفالي في دربنديخان. أحبتي المشاهدين، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد في سد دربندخان في محافظة السليمانية. هذا الصرح العراقي اللي يفتخر به كل عراقي وصار له عايش على مواردنا المائية عشرات من السنوات. هذا الشيء اللي نفتخر به حقيقة بسواعد المهندسين الأبطال من الجهات المختصة اللي حافظت على هذا السد رغم وجوده في مناطق الخطر الزلزالي. وسدرون قبل سنوات وصار من أحداث في دربندخان. سد خزني مهم جدا، يوفر الطاقة الكهربائية والمناطق اللي بعدها أيضا يوفر لها أراضي صالحة للزراعة. فالمحافظة عليه واجب على كل مسؤول عراقي. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم من برنامج أرض السواد، نلتقيكم بحلقات أخرى. على الصحة والخير والبركة والعافية، إلى اللقاء.